إذا دخل العبد إلى المسجد أقر بندك شو أنا ومزقوته يجعل الدنيا خارج المسجد دنيا دخات دروي مزقوته يعني لا يدخل بالدنيا إلى المسجد واتلا قال دنيا ده ناتش أنا ومزقوته لا بيع ولا شراء في المسجد كرين وفروشتنا مزقو دانية ولا يبحث عن الأشياء المفقودة وبدوشت بزركرا وكان ده ناقرت الكلام في السياسة ساكردين درباري سياسة وسائل التواصل في المسجد أو الألعاب في الجوال مو بيوان دي كانوا ياري كردنا كان لنا ومزقوتها بموبايلك يدخل إلى المسجد يتقدم الرجال إلى الصف الأول لا بيشوا بيوان دشنا سريا كمو رجل لابد تتقدم بيو بيشتا لبيشوا بيت وجدت الصلاة قد أقيمت والإمام دخل في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام بينيت أجر رويشتيد إمام رويشتنا ونيجوا أو الله أكبر دكتور توجدتنا ونيجوا وتدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام إمام كلا سر هرش الشوابي توش الرويت أو الشوي كأول سريتي وإذا كانت الصلاة لم تقم بعد ماذا تصنع وأجر يشتا قامت نكرا بونيجوا أو أشي دكي تطالع في الجوال آية تماشي موبايلك دكي تنظر في الساعة أو في الإمام أو في المؤذن يعني سيري إمامك دك يعني سيري ساعتك يعني سيري مؤذنك دك لا يليق هذا بالمسلمين أن يصنعوا هذا في المساجد أما شايست وشايني مسلمانية أم كارانا بكان لمسجوتك عنده تقدم إلى الصف الأول وصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية بيش كواب وسرية كمو دور قاعد نيجي بيش نيج بك أجر أم نيجا نيجي بيش نيجي هبو أو صلي ركعتين تحية المسجد يعني دور قاعد نيجي تحية المسجد بك. ثم تبقى في قراءة القرآن في ذكر الله أم جار لذكر خوابه ولا قرآن خلال النابة